مساء الخير على حضرتك كابتن تامر صقر وعلى كل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان من داخل استاد بيترسبورغ واجواء ما قبل مباراه وادي دجله وبيراميدز. زي ما حضرتك كنت بتقول يا كابتن تامر بالظبط، المباراه مهمه للفرقتين بسبب الوضع في الجدول لوادي دجله والخساره الاخيره امام نادي انبي والخسارات المتتاليه لفريق بيراميدز. لو هكلمك عن في البدايه فريق وادي دجله والكواليس، يمكن هبدا لك في البدايه بالتشكيل. التشكيل اللي بيبدا بيه النهارده بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجله بيبدا بمحمد عبد المنصف في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال احمد بيكم وعمرو صالح وخالد رضا ويعقوبه، في نص الملعب احمد سعيد محمد هلال محمد رضا، قدامهم عبد الكبير الوادي ورفيق كابو ومهاجم وحيد هو رجب عمران. يمكن بيغيب النهارده محمود مرعي مساك وادي دجله للايقاف ثلاث انذارات. بابا فاسيليو النهارده بيرجع عمرو صالح اللي هو لعيب نص الملعب لعيب رقم 6 بيرجعه بيلعب مساك وبيلعب باحمد سعيد ومحمد هلال ومحمد رضا. يمكن المباراه السابقه لفريق وادي دجله امام نادي انبي اللي منيا بها بالخساره امام انبي 2-1 يمكن كان استعجل شويه على مشاركه مروان حمدي في هذه المباراه، ومروان كان لسه راجع من الاصابه فاستعجل شويه فطلع من المباراه مصاب. ايضا كان يعقوبه برده نفس الكلام بس هو لحق بين الشوطين يعني طلعه وغيره وبادئ بيه مباراه اليوم، بيحاول النهارده ان هو يفوز ويحصد الثلاث نقاط هتفرق معاه كتير في المركز ال 15 برصيد 27 نقطه، لو طلع لل 30 نقطه يتساوى مع الانتاج الحربي يكون في المركز ال 11. بالنسبه لنادي بيراميدز النهارده والنتائج السلبيه اللي حققوها منذ غياب عبد الله السعيد، غاب عن فريق بيراميدز في اربعه مباريات، كسب اسوان في الدقائق الاخيره 2-1 لكنه خسر في ثلاث مباريات بعد كده. النهارده عبد الله السعيد بيعود بالتشكيل بعد ما كانش موجود، يعني امبارح الجهاز الفني لنادي بيراميدز اعلن قائمه المباراه وبعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق دخل عبد الله السعيد قائمه المباراه النهارده، وهنشوف اذا كان هيكون موجود في التشكيل الاساسي ولا هيكون موجود على دكه الاحتياطي. يمكن نادي بيراميدز لسه واصل حالا لملعب المباراه، وادي دجله سابقه بحوالي نص ساعه. بيراميدز النهارده بيحاول بالتاكيد ان هو يفوز بالمباراه يعوض النتائج، طبعا ثلاث نقاط هامين جدا ليه يطلعوه للمركز الثالث بالتساوي مع المقاولين العرب. يمكن دي ابرز الاجواء والكواليس هنا من استاد بيتروسبورت. الزميل العزيز كابتن تامر صقر والكلمه تعود اليك، تفضل. زميلي ابراهيم، كانت هناك داخل اروقه بيراميدز بين مؤيد ومعارض لاقاله انتي تشاتشيتش، هل لديك معلومات عن هذه الامور بالنسبه لفريق بيراميدز؟ يمكن المعلومات اللي عندي يا كابتن تامر ان في مفاوضات وفي اتفاقات مع بعض المدربين واولهم كابتن ايهاب جلال، لكن بعد نهايه الموسم. يعني كابتن ايهاب جلال اللي هو من المحتمل اللي هو يكون على القياده الفنيه لنادي بيراميدز بعد نهايه الموسم وبعد ما يخلص الموسم مع المقصه. يمكن دي الاخبار والكواليس اللي عندنا، لكن ممكن الدنيا تروح لمدرب اجنبي، الدنيا تروح طبعا بعد الصفقات، بعد صفقه رمضان صبحي والاعلان عن التعاقد مع احمد فتحي وتقديم شريف اكرامي في الايام القليله المقبله وصفقات اخرى هتكون موجود في نادي بيراميدز. ممكن وجهه تتغير، يعني ممكن يكملوا الاتفاق مع كابتن ايهاب جلال او ممكن يحولوا الدفه لمدير فني اجنبي. لو خسر بيراميدز اليوم ممكن تكون اخر مباراه بالنسبه لاندي تشاتشيتش في وجهه نظرك؟ ممكن كابتن تامر، لان كان ممكن الكلام ده كان ممكن بعد المباراه اللي فاتت كان امام نادي المصري، لكنهم يعني اداره نادي بيراميدز كانت بتحافظ على استقرار الفرقه، بتحافظ على الاستقرار الفني ليها. الراجل موجود، الراجل عنده سيمي فاينل ده الكونفدراليه، لو كسبوا المباراتين يعني السيمي فاينل والفاينل هيبقى مباراه واحده، فهو عنده ماتشين يكسبهم يفوز بالكونفدراليه. يمكن ده اللي اتكلمت فيه الاداره، اللي هو من الصعب تغيير الجهاز الفني والاداره الفنيه في هذه الايام، بس ممكن كله وارد يا كابتن تامر. يعني ممكن النهارده في حاله الخساره ممكن ما يكونش موجود على راس القياده الفنيه، وممكن يكمل ويكمل الكونفدراليه عشان باقي له ماتشين بالظبط، يكسب ماتشين يحصل اول بطوله لنادي بيراميدز. الزميل العزيز ابراهيم عمر من استاد بيتروسبورت، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي قبل انطلاق مباراه وادي دجله وبيراميدز في الجوله 27 من الدوري المصري الممتاز.